كيف بتقدري انت انه انت يعني تتعاطي مع الاطفال وتقدري انت تدربيهم؟ هل خبرتك في التعليم المبكر ساعدتك كمان طبعا في الاشراف الجيد والاداره الممتازه للاطفال؟ الحمد لله. اي هذا هو، هذه من الاسباب، وشغفي بالطفل وابغى الطفل يتعلم. يعني انا الان البنات اللي كبروا شوي ما راح استغني عنهم، بخليهم يشتغلون معي، مثلا ممكن يشرفون على الاكسسوار، يشرفون على اللبس، يشرفون على يساعدون زميلاتهم. الاداء وفي بعض البنات، في عندي بنت اسمها نوف، بسم الله عليها، بعض الاوقات تقترح تقول ايش رايك استاذه لو سوينا كذا، لو سوينا كذا. فانا اتقبل، لاني قاعده اهيئهم للمستقبل، لانه في يوم من الايام هم بيسوون فرق وبيشرفون وبيعرفون كيف يتعاملون. في نقطة لو سمحتوني، إن سمحت لي يا سمرة، على فكرة أنا قدمت اقتراح وتمنتها قناة 24 أنه يكرموك أنت وفرقتك. الله يطول بعد الحلقة. شكرا جزيلا، الله يعطيهم العافية وتستاهل. الأنشطة الثانية غير الأوبريتات والنشيد، ثاني عندكم أنشطة ثانية؟ الألعاب الشعبية، الركن الشعبي. يعني إحنا لما نكون مثلا في مهرجان ما يكون مكاننا بس نجي نستعرض في المسرح، لا، عندنا مقر أجيب كل التراث اللي أنا عندي. أنا عندي متحف، بجيب التراث. جميل. وعارفين ركنهم، وعارفين حتى يفعلون في الخيمة ويفعلون على المسرح. نسوي مثلا زفات جميع مناطق المملكة، أعمل لهم كل مثلا عرض تراثي معين، ألبسهم نفس اللبس المنطقة. عرض تراثي متكامل.